الآن إلى نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، إذ فاز الحزب الديمقراطي بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بسيطرته على مجلس الشيوخ، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مشيرا إلى أن ذلك سيمنحه القوة في الفترة المقبلة. ترجحت الكفة لصالح الديمقراطيين وبات الحسم على الأعتاب. ولاية نيفادا قدمت للحزب الديمقراطي ما يحتاجه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، حيث تفوقت السيناتور الديمقراطية كاثرين ماستو على منافسها آدم لاكسهالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، ليرتفع عدد الديمقراطيين المنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100. حسابات التفوق الديمقراطي جاءت نظرا لاكتساب الحزب صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، والتي بإمكانها فض شراكة تساوي المقاعد بين الحزبين. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مشيرا إلى أن ذلك سيمنحه القوة في الفترة المقبلة. أنا لست مستغربا من نتائج الانتخابات، فهي انعكاس لجودة مرشحينا. أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع قدما إلى العامين المقبلين، فهذه النتائج تعزز موقفنا. تأكيد الفوز الديمقراطي مستمر مستقبلا، حيث ما يزال بإمكان الحزب الفوز بمقعد آخر في ولاية جورجيا التي ستشهد تنظيم جولة ثانية في 6 ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي يعطي الديمقراطيين ميزة إضافية في إقرار عدد محدود من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يسمح بإجازتها بأغلبية بسيطة من الأصوات بدلا من 60 صوتا اللازمة لمعظم القوانين. من واشنطن معنا كريس لابتينا مستشار للحزب الديمقراطي. سيد لابتينا، ألا يبالغ الديمقراطيون في احتفالهم بما يسمونه نصرا، لأن الجمهوريين ببساطة قد يسيطرون على مجلس النواب، وهذا يعني كما تعرف ويعرف الجميع كابوسا بالنسبة لإدارة بايدن؟ لا أظن أن هذا الاحتفال مبالغ، وجزء من سعادة الجمهور هو أن عدد كبير من الأشخاص ظن أن الديمقراطيين سوف يخسرون في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، وهذه لن تكون الحالة على الرغم من أن الحزب الجمهوري قد يفوز بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، ولكن نظن أن فوز الجمهوريين في مجلس النواب قد يشكل مشكلة سياسية للرئيس بايدن، وأثبت الرئيس بايدن للمجتمع أنه أقوى مما ظنه الكثير من الأشخاص وخاصة للإعلام، فبايدن بات أقوى سياسيا مما ظننا. نعم سيد كريس، ولكن يعني هذه القوة التي تتحدث عنها بأن بايدن هو أقوى مما ظننتم بالنظر إلى العامين الماضيين، وكرئيس يعني الذي تدنت شعبيته خلال العامين الماضيين بشكل لم يسبق له مثيل بين الرؤساء الأمريكيين، والانتقادات الموجهة كانت إلى الديمقراطيين في فترة الحكم هذا، هل يمكن فعلا القول بأن هذا النصر هو نصر ديمقراطي خالص، أم أن ربما ترامب كان له دور، وجود ترامب في الجانب الآخر؟ طبعا هذا صحيح أيضا، وجزء من انتصار الحزب الديمقراطي ورئيس بايدن هو وجود هذين الخيارين بين الحزب الديمقراطي والمرشحين الذين دعمهم ترامب. من الجهة الأخرى في ولايات عديدة فكان هناك عدد كبير من المقتنعين الذين فضلوا اختيار الحزب
الديمقراطي على الرغم من خسارته لشعبية كبيرة، بدلا من اختيار الحزب الجمهوري والمرشحين المدعومين من ترامب. بالطبع ترامب ساعد الحزب الديمقراطي على الفوز عبر تدخله في هذا السباق الانتخابي، وهناك عدد كبير من الديمقراطيين الذين ينتظرون يوم الثلاثاء مع إعلان ترامب أنه سوف يترشح مرة أخرى، وأظن أن هذا سوف يلعب لصالح الديمقراطيين. سيد لابتينا، وهل سيلعب أيضا لصالح الديمقراطيين أو ضدهم في الواقع، فيما إذا أقدم الجمهوريون إذا سيطروا على مجلس النواب على فتح تحقيق بخصوص أسرة الرئيس بايدن وابنه هانتر كما تعرف، هذا سيكون مشكلة كبيرة للبيت الأبيض؟ نعم، أظن أن الحزب الجمهوري سوف يحاول خلق مشكلة من هذا الأمر، ولكن الجميع يظن أن الحزب الديمقراطي سوف يخسر في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وسوف يكون هناك عدم تقبل من جزء من الشعب، خاصة في مسائل متعلقة بالاقتصاد كما كان يتوقع الجمهور. ولكن أود أن أقول أمرا آخرا، هو من المهم أن يكون لدينا رئيس قوي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤنا مثل قطر ودول أخرى في منطقة الخليج العربي، بسبب أعداء لنا مثل روسيا والصين يحاولون استغلال هذه الفكرة أن الرئيس ضعيف بالنسبة للشعب الأمريكي. ولكن فوز وانتصار الرئيس الأمريكي اليوم على الرغم من دور ترامب الأساسي قد يدفع الصين إلى التفكير مرة أخرى في اختبار قوة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يؤثر أيضا على دور الرئيس بوتين كيف سوف يستمر في حربه مع أوكرانيا. نعم. مع قوة بايدن الجديدة التي ظهرت مع هذه الانتخابات. شكرا جزيلا كريس لابتينا، مستشار الحزب الديمقراطي في واشنطن.